أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة ولين العريكة، وخفض الجناح وحسن السيرة. خفض الجناح، الإنسان عنده جناح، الجناح الذي هو للطائر ليس للإنسان، ولكن ما يستفيد الطائر من الجناح هذا موجود عند الإنسان. الجناح للطائر مصدر قوته، عرض عضلاته بالجناح، بالجناح يطير. الطائر القوي يطير قويا شديدا، يطير إلى الشواهق. الطائر الضعيف جناحه ضعيف، يطير قليلا، يطير خفيفا، يطير إلى مراقي ليست شاهقة. الإنسان مثل بالطائر، وجناح الإنسان قوى الإنسان. الإنسان عنده علم، هذا جناح، ما يخليه يتواضع. عنده فلوس، هذا جناح، يستطيع بماله أن يصنع كل شيء. عنده قوة بدن، قوة عضلات، هذا جناح. عنده ذكاء، هذا جناح. عنده حافظة قوية، هذا جناح. عنده عشيرة كبيرة قوية، هذا جناح. عند أقرباء أقوياء، هذا جناح. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يسأل الله تعالى في مقام عصمته، ونحن نسأل في مقام عدم العصمة، عدم تواجد العصمة لنا. الإمام يقول: إلهي، هذه الخصال ومنها خفض الجناح، خفض الجناح. هذه الخصال التي هي
حلية للصالحين وزينة للمتقين. إلهي أعطني هذه الخصلة، امنحني، حلني بهذه الحليات، زيني بهذه الزينات، ومنها خفض الجناح. إلهي خليني إذا عندي جناح، هذا الجناح ما أمسكه قوي، أنزله. إذا عندي علم ما أتكبر بعلمي على الناس، إذا عندي مال ما أتكبر بمالي على الناس، إذا عندي سمعة طيبة ما أتكبر بسمعتي على هذا وذاك. وخفض الجناح، الجناح في اللغة يطلق على الميل، يطلق على الكنف. الضعيف ما عنده كنف، اللي ما عنده علم كنف، علم ما عنده، أطراف علم ما عنده، اللي ما عنده فلوس كنف مال ما عنده، اللي ما عنده قوة عضلات كنف عضلات ما عنده. الإنسان بمقدار ما آتاه الله تعالى من الجناح. هذا الجناح منين اجي غير من الله؟ الله يحب ينزل الإنسان جناح، أعطاه هذا الجناح، أعطاه هذا الذكاء، هذا المال، هذه الحافظة، هذه السمعة، هذا النسب، أعطاه ليختبره، وأراد منه أن ينزله، ينزله، ينزله. وخفض الجناح، هذا أمر صعب وصعب وصعب جدا، أما ممكن وممكن وممكن جدا. فد حديث أكو عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، أنا أقرأ هذا الحديث، هذا الحديث موجود في الكافي، البحار ناقل عن الكافي، حديث يرويه إسحاق بن عمار من الموثقين من أصحاب الصادق عليه الصلاة والسلام، ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الخلق منيحة يمنحها الله عز وجل خلقه. تواضع من الخلق، خفض الجناح من الخلق، هذا من الله. فمنه سجية ومنه نية، قسمين هذا الخلق. احنا اللي قاعدين هنا على قسمين بالنسبة الى نفس هذا الخلق. الامام عليه الصلاة والسلام بالنسبة الى عامة الاخلاق يذكر: فمنه سجية ومنه نية. هذا الامام الصادق عليه السلام ذكر ذلك. قسم منه طبيعة، يعني بعض الناس طبيعتهم طبيعة تواضع، نفسيته نفسية تواضع، هذه سجية نفسيته هالشكل. هسه نتيجة الجينات، نتيجة البيت اللي تربى فيه، أبوه وأمه أقربائه ناس متواضعين، نتيجة الأستاذ اللي تربى عنده، درس عنده، المحيط اللي يعيش به، يعني ما أعمل عمل
وما لقى صعوبة في تحصيل هذه السجية. هذا قسم. قسم لا، نفسية التكبر، يشمخ بأنفه، نفسية يترفع، هذا فلان، أنا أقعد ويا هذا، أنا أمشي ويا هذا، أنا أدرس عند هذا، نفسية تكبر، رفع الجناح مو خفض الجناح. هذا شلون؟ هذا قسم ثاني. ومنه النية، هذا اللي نفسية التكبر، هذا بحاجة إلى تصميم، إرادة تواضع، يريد أن يكون متواضع ويحترم إرادته، نية يعني هذا، يقصد أن يكون متواضع ويحترم هذا القصد لنفسه. هذا يلاقي صعوبة، لأن هذا دائما في صراع بين ما قصد وما عزم من التواضع، وبين التربية اللي متربي، الجينات، بين من هالصوب يكره يترفع، ما يريد ويا هذا يقعد، هذا أقل مني علما، أقل مني مالا، أقل مني شخصية، يقول أنا من عشيرة كذا، أنا من شخصية كذا، أنا أبي كذا، عمي كذا، جدي كذا، خالي كذا، أقربائي كذا، عشيرتي كذا، هذا لا عشيرة معروفة عنده، لا أب معروف، لا لا لا، يعني معروف بشخصية. هذا بحاجة إلى تصميم. إسحاق بن عمار عالم، تربى على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول: فقلت فأيتهما أفضل؟ السجية يؤنية، يا هي أفضل. فقال عليه السلام: صاحب السجية هو مجبول لا يستطيع غيره. هذا اللي متعود على التواضع، متربي في بيئة التواضع، سهل عليه التواضع، ما يقدر ما يتواضع، يخجل يتكبر، ما يقدر، هذا مجبول، يعني جبل في فطرته، هذا لا يستطيع غيره. لا يستطيع مو معناه قدرة أصلا ما عنده، يعني هذا صعب عليه ما يتواضع. وصاحب النية، هذا اللي بالتصميم يريد يسوي نفسه متواضع، يصبر على الطاعة تصبرا. التواضع طاعة لله، الله يحب التواضع، أمر بالتواضع، أمر بخفض الجناح، هذا خلاف نفسيته، خلاف ما يشتهي، ما يشتهي التواضع، ما يشتهي خفض الجناح. فلان منو أنا أسلم عليه؟ فلان منو أنا أعزمه؟ فلان منو أنا أقعد وياه؟ بس لازم يضغط على نفسه، لأنه طاع لله، يصبر تصبرا، فهو أفضلهما. هذا صاحب النية أفضل. بعض الناس العاديين في الفكر، في الفهم، يقول: ما أقدر، ما أقدر. هذا ما أقدر مو صحيح، صعب صحيح، بس ما أقدر مو صحيح. لاحظوا
فد مثال عام ومعروف ولعله في المجلس هم أكو من المبتلين بهذا المثال، الرئة والسيجارة والتتن الدخان، بينهما تنافر 180 درجة. العين ما عندها لقى التنافر عن الدخان تدمع، الأنف ما عندها لقى التنافر عن الدخان يعطس الإنسان، الأذن ما عندها تنافر عن الدخان هلقى، الفم اللسان الأسنان ما عندها هلقى التنافر عن الدخان، مرور أكو بالدخان مر الدخان، ولكن الرئة من ألطف أعضاء الجسم وأسرعها تأثرا وأشدها تأثرا. العمليات اللي يسوون العمليات الجراحية من أصعب العمليات عملية الرئة إن لم تكن أصعبها على الإطلاق. رأى كلش لطيفة وحساسة بقطرة ماي، فكيف بالدخان؟ هذا الإنسان يشرب سجارة يدخن أول مرة، الرئة تولد رد فعل، مرورة ألام، مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، يصل أمر هذا الشخص إلى حد اللي يهوى يشتاق إلى الدخان إلى التدخين، هذول المبتلين بالتدخين، أكثر من شوقه إلى ألذ الأطعمة وإلى أجمل المناظر وإلى أحسن الأسفار وإلى وإلى وإلى. يقولون فالطبيب قال للفد واحد كان يدخن، قال هذا الدخان هذا التدخين يسوي عمرك نص، إذا تقدر بدون دخان تعيش مثلا 100 سنة مع الدخان عمرك يصير 50 سنة. يقول الرجل قال 50 سنة نصف العمر مع الدخان أفضل عندي من عمر كان، وهو صادق أصولا في هذا الكلام. هذا شلون تغير؟ ممكن الإنسان يغير نفسه، تشوف الألوف والألوف والملايين من الناس هذول اللي متعودين على التدخين، هذول ابتداء التدخين مالهم كان صعب عليهم، بس يشوف هذا يدخن هذا يدخن هذا يدخن هذا يدخن، واحد ترجى منه واحد انطى سيجارة شوية شوية صار هالشكل يشتهي الدخان. واحد الإنسان اللي نفسية التكبر ما يقدر يصير متواضع، ممكن صعب بس ممكن، ممكن يكون من أشد الناس تواضعا وأحسن الناس تواضعا ومن أفضل الناس في خفض الجناح. هؤلاء الذين عتم خفض الجناح مو كلهم سجية كما قال الإمام عليه الصلاة والسلام. تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين مليء بهذه القصص، بقصص الفضائل ومنها خفض الجناح. الإنسان لازم يتعلم حتى التعبير حتى الكلام
من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قصة الإمام الباقر عليه السلام المعروفة، مع ذلك النصراني الديراني في طريق الإمام عودته من الشام إلى المدينة قال للإمام عليه السلام: أنت من علمائها أم من جهالها؟ حديث لعله متواتر في مختلف التواريخ موجود. الإمام عليه السلام قال: لست من جهالها. يجوز أنا وأمثالي إذا كلمة نتعلم، إذا واحد ما كتب لي عالم، إذا ما كتب لي كذا يزعل طول عمره يزعل. خلاص، هذا لم يضعني في موضعي. خلاص، إنما شيعتنا، إنما شيعة يعني يتبع يتعلم. والإمام عليه السلام يقول: لست من جهالها. في بعض الأحاديث لعلي شايفه بالبحار أو في كتاب آخر الآن مو ببالي، أهل العلم أهل الفاضل لعل بعضكم أحفظ مني، أكو أنه لما قال الإمام الباقر عليه السلام لذلك العالم المسيحي قال: لست من جهالها، هاي الكلمة اللي هو عالم يعرف هاي الكلمة مو عادية، مو كل عالم يقول لست من جهالها. كلمات من العلم يتعلم ويتصور هو بعد العلامة الكذائي. في الحديث أكو في التاريخ أو الحديث لما قال الإمام عليه السلام: لست من جهالها، النصراني هذا العالم النصراني اضطرب اضطرابا شديدا. ليش؟ كلمة عظيمة، الجاهل خو ما يقول أنا جاهل، والعالم هم ما يقول أنا جاهل. هذا عالم ما يريد يقول أنا جاهل لأن كذب ما يقول، وما يريد يقول أنا عالم، خفض الجناح، هذا الجناح نزله. هذا إمامنا، لكل مأموم نحن مأمومون لهؤلاء عليهم الصلاة والسلام، لازم نتبعهم. وإذا صعب علي وعليك خفض الجناح فهو أفضل، فهو أفضلهما. الإمام عليه السلام يقول فشخص من المدرسين عالم هو الآن موجود، في النجف الأشرف أيام المرحوم السيد الحكيم رضوان الله عليه، سيجوز في المستقبل جماعة منكم يكونون علماء، يكونون مراجع، يكونون مدرسين، هذه كلها تربية، تربية ضرورية ولازمة بالخصوص لنا نحن أهل العلم، يعني نحصل ثواب من يتعلم منا إن كان حسناً والعياذ بالله، والعقاب ممن يتعلم منا إن كان سيئا. سيد الحكيم رحمه الله كتب كتاب المستمسك، مستمسك العروة الوثقى، وطبع بعض المجلدات. وقت اللي كان توه طابع بعض المجلدات، ذاك اليوم الرجل هذا الشخص كان مدرس، هذا لقى بعض الانتقادات العلمية في الكتاب، راح عند السيد الحكيم رحمه الله كما نقل في وقته. الرجل
ما عنده علاقة ذاك اليوم، ما عنده علاقة جيدة بالمرحوم السيد الحكيم رضوان الله عليه، فراح ينقده. بالكتب، الكتب مليئة بالنقد، النقد هو الذي يقدم العلم لا شك، أما كيفية النقد مسألة، وكيفية الجواب هم مسألة. هذا الرجل راح عند السيد الحكيم رحمه الله وهو ما عنده علاقة جيدة بالسيد الحكيم، وخرج من عند السيد الحكيم وملؤه العلاقة بالسيد الحكيم على أثر موقف، موقف وخفض الجناح. السيد الحكيم من قبل كان أعد نفسه، أنا وأنته اليوم هم لازم نعد أنفسنا، بدون إعداد ما يصير. الإنسان يشط، ينحرف الإنسان. راح عند السيد الحكيم وكما نقل قال للسيد الحكيم هذا الكلام: يلا سيدنا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه رفع المستوى العلمي للنجف الأشرف بكتبه، وتلك الرفعة العلمية، ذلك المستوى الرفيع كان ممتد موجود إلى هذا اليوم، وأنتم بكتابكم المستمسك نزلت هذا المستوى. ليش؟ ذاك اليوم السيد الحكيم مرجع تقليد، والرجل لعله ذاك الرجل ما يعرفه إلا 4 و5، كان من الممكن هذا الناقد بأسلوب جميل يقول له: ثم هذا الكلام كذب مو هالشكل. أنت بمكان السيد الحكيم باكر صريت، شنو موقفك؟ شوف السيد شلون أجاب. تربية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، السيد أجابه بجواب هز كل أعماق هذا الرجل وغير اتجاهه 180 درجة. السيد الحكيم رحمه الله كثير تعب على هذا الكتاب، 10 سنوات. النتيجة هذا فكره السيد الحكيم، هذه قناعته نتيجة أتعابه. ينقلون عن المرحوم السيد الحكيم أنه في كتابه المستمسك في بداية أمره فد مدة كان يحتاج إلى كتاب الجواهر وما عنده، أو بعض الكتب الأخرى، وأكو صديق عنده هذه الكتب. السيد الحكيم قال لصديقه أعرني، وصديقه يا الرجل قال له: سيدنا أنا يعز علي ما أعيرك هاي الكتب، صعب علي، ولكن أنا بعض الناس قبلك أخذوا مني كتاب بعض الكتب وما ردوا علي، أنا حلفت يمين ما أنطي كتاب الأحد يودي البيت، لو مو حلفها يمين كان انطيتك، وأنا خجلان منك سيدي. الرجل معذور بيمينه، بئس ما فعل، أما معذور بالنتيجة. ولكن السيد الحكيم ما له شارة، يريد يقرأ الكتب، يريد يشوف آراء الفقهاء، يريد يشوف الأدلة حتى على أثرها يكتب المستمسك، ومو هالشكل يقعد ويغمض عينه ويكتب وراء كل سطر متاعب.
فالسيد قال أنا أجيب بيتك إذا مو زحمة عليك، أجيب أوراقي أقعد هالكتب أقرأها. قال أنا ما عندي مانع في بيتي، بس بيتي صغير، ما عندي مكان، عندي حجرة واحدة أنا وعائلتي. وصدقهم يقول كأنه وأنه يريد يتعذر للسيد. السيد قال ما يخالف، أنت يمينك شلون؟ كأنه ماكو إنسان آخر. السيد يذب وجهه قدامه يأخذ منه كتاب كذا، أو لعله بعض الناس ما عنده معرفة بهم، هذا صديقه من فتح وياه. فقال له أنت شنو يمينك؟ قال يميني ما أنطي كتابي ودوه للبيت. قال خو ما يخالف، هذا مو من ضمن يمينك، أخذ منك الكتاب وباب بيتك عدتك بالعقد، هنا أقعد وأقرأ الكتاب الملاحظات اللي أريد أخذها منك. قال ما يخالف سيدنا، بس يعز علي. قال أنا ما عندي شارع أسوي. السيد الحكيم كمان نقل كان يروح باب بيت هذا الرجل يأخذ منه كتاب ويقعد عدتش دتشة البيت بالعقل، وكان يتحين الفرص اللي المارة قليلين في الصيف ساعة 2-3 بعد الظهر. السيد هو هم النتيجة حي عند حياء يخجل، هذا راح رايح هذا جاي كذا. قسم من المستمسك السيد الحكيم كما نقل هالشكل كتبه. وأنا أنقل عنه السيد عن السيد الحكيم رحمه الله مباشرة، هذا لعله في وقت آخر اللي كان عنده جواهر محصل كتاب الجواهر، هاي الطبعة الحجرية القديمة. قال كانت عندنا مباحثة بالجواهر، هذا لعله في وقت آخر، هذا أنا أنقلها عنه. قال كانت عندنا مباحثة بالجواهر، النسخة اللي كانت عندنا نطالعها ونقرأ بيها هاي كانت هم كثيرة الغلط، طبعة حجرية، هم حروف كثيرة منها ممسوحة واقعة مو مطبوعة جيد، يعني هاي هذا الحرف ما ندري فاء أو قاف، ما ندري هذا الحرف صاد أو ضاد، هذا الحرف طاء أو ضاء أحيانا، باء أو ياء، لازم من سياق المطلب من قبله بعده نتصيد نعرف أنه شنو هاي الكلمة. يقول قبل لازم نحضر حتى بالمباحثة نقدر نباحث. وقال في صفحة واحدة، هذا اللي أنا أنقل عنه، قال صفحة واحدة طبعا صفحة كثيرة غلط والسقط، كانت ليش الصفحة، في صفحة واحدة صححت أنا 300 مورد، يعني كل سطر كم خطأ به. هالشكل كتب المستمسك. هذا الرجل يقول له أنتوا نزلتوا مستوى النجف الأشرف بكتابكم المستمسك، هذا شقد يحس في نفسه بشار، ولكن وخفض الجناح. هذا يجوز السيد من قرأ هذا الدعاء استجيبت له هاي الجمل وهذه الجملة. والرجل هم مو في مستوى السيد الحكيم، مو مرجع تقليد ومرجع، هم في مستوى ينقد هذا النقد. لا الرجل السيد في ذاك اليوم مرجع تقليد. يقول السيد قال الإنسان لازم يتعلم هالأشياء، هؤلاء تلاميذ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقول السيد قال لي أنت تقيسني أنا بالشيخ الأنصاري، وين أنا وين الشيخ الأنصاري؟ أنا بالمقدار اللي تمكنت تعبت، وهذا
جناي ما جنيته، يعني قطفي. وكاتبه هنا شنو أنت تشوفون من أخطاء من إشكالات تذكروها إلي، أنا أشكركم. خفض الجناح، مرجع تقليد، أنا أنزل نفسي، أنا عالم أخفض جناح. هذا الجناح، هاي الطاقة، هاي الشخصية، هذا المقام أنزله، أنزله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم لله.